وتحقيق الاستقرار السياسي الداعم للتحول الاقتصادي والتواصل مع المواطنين كافة، واعتماد مبدأ الشفافية من جانب الحكومات، مما أسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة، إضافة إلى تحقيق قدر كبير من النزاهة وعدالة القضاء ودعم المنظومة الأمنية وصولا إلى مجتمع آمن مستقر. وجميعها دروس تحتاج إلى أن ندركها وأن نتعلمها في هذه اللحظة المهمة من تاريخ مصر. وإذا كان هناك ما يمكننا أن نستفيد من هذه التجربة، فإن مجموعة الدول الأربعة العربية، دول الربيع العربي التي تمر بنفس التجربة، تجربة التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر وليبيا وتونس واليمن، لديها الفرصة في التساند المشترك وإقامة تعاون يسهم في سرعة وسلامة والاستفادة من قصص النجاح في كل دولة. الحكومة المصرية الحالية جاءت بتكليفين أساسيين، هما التصدي للمشكلات الآنية والعاجلة والمزمنة في الاقتصاد المصري، الضاغطة على حياة المصريين، وكذلك إرساء القواعد لدولة عصرية من خلال تحقيق رؤية المصريين لثوراتهم التي أشعلها التوقد لمستقبل أفضل. ورغم الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية الموجودة الآن، فقد حقق الأداء الاقتصادي المصري قدرا من التحسن خلال العام الماضي، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 2.6 في 12-13 مقارنة بمعدل النمو بلغ 2.2 في العام السابق، ومتوقع أن يصل إلى 3.8 خلال العام القادم. أيضا تراجع معدل التضخم من 7.1 عام 2000 إلى 7.1 في عام 2012-13 مقارنة بحوالي 10% 11-12. كذلك ارتفع الاحتياط من النقد الأجنبي من 13.4 مليار دولار بنهاية مارس 2013 إلى 16 مليار دولار بنهاية مايو 2013. وإذا نظرنا إلى المؤشرات المالية العامة، فنجد أن إجمالي الإيرادات الحكومية أيضا قد ارتفع من 3.3 مليار جنيه إلى خلال ارتفع من 303 مليار جنيه خلال 11-12 إلى 396 مليار جنيه خلال العام الحالي. وتم أيضا زيادة الإنفاق على الاستثمار الحكومي من 35.9 مليار جنيه عام 11-12، ومتوقع أن يصل في هذا العام إلى 55.6 مليار جنيه.